الدكتور النائب محمد العي. محمد عندكم 8 دقائق. سؤال والله إلا وارد. شاكرين دكتورة أحمد السيد اللي طرحوا بهاللي يعني الصحة شي كامل يعني الصحة. على كل حال لاقنا نبلو في مشاهدنا كاملة، والمستعجلات ولا المستشفيات ولا الطب، مستعجلات بالأخص لا لحم الرقبة وكل مذموم. هناك نظام للمستعجلات وهو اللي معدل مطبق في مستشفيات كاملة، لا في الخارج منها اللي ولا في الداخل. مستعجلات تنقال الحد في حالة حادة، جل مستشفى وتألم وقاس المستشفى، يا غير المستشفى ما هو أنفرتو، ما هو كل شيء، ما هو دار جاية رقاش داخلها. هناك نظام وهو اللي يصلح به تصلحوا به المستعجلات، ولكن مستشفى الكبير مرجعية، من يعد مرجعية عاد الناس كاملة قايستو، الموريتاني ما يرضاو ما هو بالمرجعية، وفي الخارج منين ما يعجبهم هون يقوموا قايسين الخارج، يقولوا مستشفى انتم ادواكم ما ينفع الله ما يدفع، ويجبروا نفس الكشف اللي خلق ونسف الأدوية، يا غالي الأدوية تقعد ما هي صالحة. رقاش من يجي المستشفى يسجل، يا غالي الحمد لله احنا رقاش مريض يجي معاه 5 و6 و7، ومنين ترد منهم واحد تخلق دقيقة، هذا كيف، ومنين يسجل فهم أطباء لاهي يميزوا بينه كانوا حالة مستعجلة والله ما هي حالة مستعجلة. في الحالتين واحدين جايين قال لهم قعدوا هكات عليك المقعدة، وحد على السيفير والله على كرسي والله جاي مرافته امبيلانس، ذاك يسبب، والرواية واضحة وواضحة للناس كاملة. واحنا شفنا المستعجلات في الخارج، فرنسا في المستعجلات قد تفوت 4 سوايع انت تحان، ومنين جيت تلود المتخصص قد تفوت 2 شهر انت تطلب ما لقاه، موريتانيا ما هو خالق له. ومنين تجي لها نشوف الطبيب، طبيب ممللي المستعجلات ما فيهم الطب كاملين، فيهم تخصصات خاصة، لا يعود متخصص في الأطفال ولا متخصص في الجراحة ولا متخصص في المرض الباطنية، ويعود ما هو صايب غير ولا يخليك أنت للمريض المتبارك معاه ويجيك أنت إلا في حالات خاصة. قبيل من قلت عنه قال الطبيب اللي الأول اللي جاء طبيب العامل أكثر فيه يعود يقول له هذا أخطر من ذا اللي بين يديك، الرواية واضحة لا تظهر الناس كاملة. لا يجي الطبيب، ومنين يجي الطبيب لا يخرص الحالة الصحية، ويخرص الحالة الصحية لا يكتب الفحوص اللازمة، هذا الطبيب له باك بليس 6 ولا باك بليس 12 عاد شيباني وعاد مجرب، ما هو مقبول من الطريق، وعنده ضمير مهني وعنده أخلاق ومارق من أسرة معروفة، الموريتاني متعارفين كاملين كل عاس على كرم وعاس على اسمه، معناه أنا ما يفوضى، والناس محترمين رسمه، طبيب محترم راسه، ما هو كيف الناس اللي تعدل تخصصات ثانية والله بريدات ثانية، طبيب لقاش له جهة لقاش أعطيه روحه، اللي قال له لا نقطع جناحك يقول له والله لا قطع ولا في حال، ما هو كيف الناس الثانية في حالات خاصة. المستشفى منين عاد هو قمة لا بيراميد سانيتير، الهرم صحي عاد على كل حال مورود، والمستشفى والله مستعجلات وتدخلهم على الاقل 6000 7 للنهار، هو بعد اللي نعرفان المستشفى الكبير اللي اكثر فيه بما فيها المرضى وفيها اللي جايين للاستشاره وفيها اللي مرضى قبال وفيهم اللي في حاله خطيره وفيهم جاي من الداخل، هذا كامل يحصر فماتي باب انفتح 500 مره لا بدالو يدقدق ولا بدالو عواش ولا بد، ورجو اشتغلت 1000 مرة لا بد لهم اللي توفى زمنها في حد وقت محدد، ذا هو الواسطة، ذا الضغط المتين قد يعود هو اللي مستأجين منه وحدين ما هم هناك عنده غير ذا اللي هذا كيفته، ذا ورقة الجفن قابل الراس، ما تقول له تماش انت قابلك الراس، الراس قد يعود صداع عادي وقد يعود نزيف دماغي وقد يعود سرطان، معناه انك فرض عليك تشوفه.
ما تشخص لين تشخص المرض حتى انك تقول له مشي هذا ماني مداويك هون مشي قسم لي داني داوي يا غير هذا يقبض ياسر من الوقت ها مول الراس لا يتعدل له فحوص دم ولا يتعدل له راديو ولا يتعدل له سكان الراس ولا يجي متخصص معناه انه هذا كامل حق طويل اخباره شو الناس يتنقله ويتنقله اكثر فيه ما هو المريض هؤلاء اللي جايين معاه وهم اللي يكونوا فوضى دائما في ماتي انا هذا كنت مدير زمن بعيد وزمن المظاهرات على السيدي الساعة جاونا رؤساء الاحزاب ووقفونا في نقر المستعجلات ما هم مارقين قالوا عنهم ما عرفنا نحن قلنا لهم الناس ما هم خلصين وقية ولا يعدلهم جميع الفحوص قالوا ان ما انا حاركين كل الاحتلال صعب قلت لهم ماني صاحب ما ينقص بكم بيتهم قاعدكم قالوا اختاروا انتم هون وقوف قلت لهم لا تموا في الموقوف المهم وجبه عن ولو الناس قاعد اللي فاهمه ملي اللاعيات تعود هي تتخطى حدوده انا صديقي احمد زميلي كان معانا في المستشفى ويعرف الصيف اللي كنا نعدل بها المداومه ويعرف امكانياتنا ويعرف ايش عندنا ويعرف كانوا واحدين يجوا فيهم قصور كلوي ويموتوا يقولوا لهم دوامه وخالي ما عندنا يشيلوا الا اموتوا مش موتوا هذا احمد يعرفه لا هو ما هو ما هو ما هو طاري في ذي الحاله هناك زحمه على المستشفى قالها قاعد السيد الوزير ومخليها والطب الاخصائيين موجودين طب المستعجلات فيها 10 طب سبيسياليست و13 جنراليست خلي الناس الثانيه اللي ممرضين وذاك النوع هذا في المستشفى بعد الوطني هو اللي قطعنا هي شفي غير تكوين طبيب لا بد له باك بليس دو ست وباك بليس دوز ياسر من السنوات ما يقدر يكون في مأموريتين والله يكون بعد ان سيل جنراليست هذا لا بد له من الوقت مصادر البشريه ما زالت خاصه ولا يتم لا خاصه ولو قدرها في الخارج ولا جات ولا انجبرت احمد على كل حال مشى عنا فوت عنا زمن قد يعود الدولة اللي كان فيها لا تعيط التلفون يجيك امبيلانس غير ما هو خالق قاع في امريكا ولا هو خالق في بعض الدول ولا بد من ياسر من الفضل لا بد من ياسر من الامكانيات ولا بد ياسر من النظام واحنا كنا انا هذا شخصيا اتكلم على راسي بي اللي انا من 84 في المستشفى الوطني ما قد تحركت عنه أنا عني كنا نرفع شيء من الناس ويقول لك أنا ما عندي قيس الخارج عندي عييل ولهني قاعد نحرك وتقوم تبكي اللي هو قاعد يداوي في الخارج ويتعالج ويرجع صحيح يقول لك أنا ماني قاعد ما عندي حد ولا عندي إمكانيات ولا عندي نبرك عنده ولا عندي باش نمشي هذا كان خالق وتعرف الناس كاملة الآن إذا مات الخالق هناك إرادة سياسية وجسدت لنا على الأرض ما خالق شيء تقريبا مات له موجود في موريتانيا هناك سكانيرات كثروا ايرم جات ايرم كانت عند الشفاء شواسة الدولة كاملة ما تشري ايرم وهو عند كلينيك خاص شواسها هذا نطرح له بلد جاء في الحكم التالي نشتريه لنا سكانيرات عليين وشريت لنا ايرم وعدنا السرطان نداووه عندنا الاكسيليراتور لينير ما هو موجود في الدول المجاوره فلاتينير ما هو بومبا كوبالت اكسيليراتور لينير وعندنا لا راديو ثيرابي وعندنا لا ميديسين نيكليير شكرا جزيلا سعاده النائب وقتكم وفاء هناك سمحت لو سمحت سعاده النائب لو سمحت الوقت وفاء خلاص تعالوا توصيات شوي خلوكم شايفين لا عند المنصه خلوكم شايفين لا عند المنصه يسلمكم سيد الرئيس احنا على كل حال خاصنا شيء ما انا كل الناس كامله خاصنا مزاد سعادتك لا كيف اللي وقف زميلك موقفكم وانتهى الوقت النظام يعطينا نعود كاملين مستعدين له فم تبادل بين النائب جعفر والملعينين عاطي 6 دقائق للنائب محمد العية واصل ان شاء الله لا نستأذن الفريق لو خروا تتربيه ان شاء الله هو لا يواصل لانه كان ماشي شكرا سيد الرئيس انا على كل حال
احمد ما نقد الطبيب ما قد يشكر الطبيب على ضميره وعلى مهنيته غير الناس الاخرى قد تشكروا. انا مذكر عن كانت عندنا في بالتصفيه 20 والله 22 جهاز للموريتاني كامله، وكان يسهر على كل حال قابل فرض عليه اللي هو طبيب وداوي الناس وعالجه شغلته ولا ذكي، كان يسهر بهذه الاجهزه ما يعرف دول موريتاني كامله، ويصبح ملي على الشقله والاجهزه يقول لي ابدا تستراح، ويقول له استراح ابدا نقول له يقول لي والله ولا وين، والمستعجلات كانت مليئه لا شيء حد في قصور كله ويفرض عليه وصفته ولا ماني شاكر عليه باللي ضمير تشكر عليه الناس وذاك النوع. غير حاجه اللي عندي باطل 20 جهاز واركاتي عاد اربع مراكز للتصفيه في نواكشو، اربعه مستشفيات ونواذيبو في واحد وكيفه في واحد والعيون والنعمه وسيلي باب وزوارات بيانتو، وهناك دار اراده سياسيه لا يتعدى لها في جميع عواصم الولايات. هذا بعد يشهد به احمد. غير الصحه على كل حال لا هم اني غرب سعرها نظرا لهذا من الضغط من هذه الناس الضعاف والناس اللي ما عندها ليزاسيرانس وما عندهاش، طلبوا سيد الوزير يشطرون هذه لاسيرانس يونيفرسال لا تعود لاحق الناس كامله، ونطلبوا مواطنين وحنا كاملين نحسوها لنا عن المستعجلات. والله المستشفيات الكبيره لاقنا تبقى شي مستعجل قبال، وعنهم مره الى قال لهم انا مداومينكم والله مشو يسولها ما ينفقوا. و ذا هو اللي والاجهزه هم اللي على كل حال عندها وقت. ها فرنسا عندها 5 كان امورتي ان اباري ان سكانر امورتي ان 5 كان، احنا هون تبارك الله ما امورتيسي عندنا شيء، احنا قاع ما امورتيسو والوتات ما امورتيسو تم ولا نشتغلوا الليل والنهار وندور ريديناميزي لابراتوار دو كونترول تنشيطو وندورو نلحقوا لي زوبجيكتيف دي ميلينا اللي لاقنا تعود عن افريك 15% في لا سانتي لا في الصحه. ولا سيكوريتي سوسيال ان فرانس اكثر من بجيت موريتانيا 20 مره، معناها احنا لا اللي قدينا نتحملوا بعد نتحملوهم، ما الادويه كامله ما قدر حد يحملها، والموريتانيا لا منين يعود يجي واحد ضعيف تجي ناس كامله ضعاف، ولا الغاني يجي ضعيف يقول لك انا ضعيف. وسنتراليزي لي زاشا، احنا راك عندنا 310 بوان دو فانت ان وكشوت 310 انتر فارماسي اي ديبو دشرة هذا كيفته صغيرة هذا كيفته فيها مليون ولا مليون ونص سي ترو. وعندنا 30 جروسيست 25 منهم اوبيراسيونيل و5 ما تندي عنهم عمرو اباتيكم. والادوية عندها درجات حرارة احنا نلحقوا 50 و45، الادوية هون لي فارماسي ما هي كليماتيزي لا غنى نعرف لهم شيء لا نعرف لهم شيء. هذا الدواء السم منين يجبر الشمس والحمان يعود سم ودي ودي دي كانسر احنا ما نعرف لهمش ما عندنا دي زيتود بور سا. وتكوين الصا تكوين اختاروا تكون الناس بالعجله، رانا العامر قالنا 43 لا تعود الله 40 جنراليست يقار سبيسياليست خاصين في تو لي بوكو دو دومين لا شيرجي توراسيك ما عندنا فيها احد ياسر من السبيسياليتي قليلين فيه. نختاروا التكوين ولا فورماسيون وعرف عن مولي حد جا فات عاد عنده 50 سنة ولا 45 ولا 40 جا متخصص ولا عدل تخصص سنتين لا بد له من امكانيات احسن به اللي عاد جار عائلة كاملة وجار ياسر مش انا عنه لا يعود نعرف له شيء لاستاج دو بيرفكسيون ما والله مولي تموجونا وحدين هون منين يعود نشري جهاز جديد يجون اهله هون لين يعودوا يدربون عليه والله يعدلون هذاك عليه وشكرا.